يقول خليفة: صديقي يمتلك مقهى كوفي شوب وتقدم فيه الشاشة بالنسبة للشباب والمرتادين، فما حكم المال الذي يدخل من هذه الناحية من هذا المقهى؟ هذا مال مختلط، إن كان فيه أشياء مباحة وفيه أشياء محرمة فما يدخل منه فهو مال مختلط من الحلال والحرام، أما إذا كان مخصصا للشيشة والدخان وما أشبه ذلك من المحرمات فهذا دخله كله حرام. على المسلم أن يتقي الله وأن يطيب مطعمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والأكل الحرام سبب لمنع قبول الدعاء كما جاء في الحديث، فعلى المسلم أن يختار الكسب الطيب الحلال لأنه يغذيه تغذية طيبة ويعينه على طاعة الله ويسبب له الخير والبركة.